عشان السلطه بتاعتي. جايبه كيس مكرونه سوسته عشان اعمل سلطه المكرونه. بص يا حسني، مسلوقه 9 دقايق عشان اعمل سلطه المكرونه. خطواتك كده كلها قدامك يا حسني. وبعد كده اروح جايه ضيفلها نص كوبايه من الزيتون المخلي الاسود، نص كوبايه من الزيتون المخلي الاسود، نص كوبايه من الزيتون الاخضر المخلي، واحد قرن فلفل رومي احمر مكعبات عشان الونها. وبعد كده اعمل لها الصوص بتاعها. الصوص بتاعها معلقه عصير ليمون وشويه ملح شويه زعتر، واروح جايه ضربه الليمون مع الملح مع الزعتر، وانزل عليه نص كوبايه زيت زيتون عشان اعمل احلى مكرونه سلطه. واندمج معايا عصير الليمون والملح والزعتر وزيت الزيتون كويس. اروح جايه حطاهم على السلطه اللي انا ضفت لها مكرونه مسلوقه، وعندي زيتون اسود وزيتون اخضر وفلفل، واقلبهم واقدمهم بعد نص ساعه عشان يبقى عندك احلى سلطه مكرونه في الدنيا.